وبأولى فقراتنا لليوم حنفرد على مصطلح كتير مهم بحياة كل حدا فينا، ولكن إذا رجعنا هيك للطفولة فهو حيكون أساس التربية في المنزل. وقت منقول كلمة بحبك للطفل خاصة، فهذا الشيء بيكون مفعوله جدا سحري على الطفل، بنبني معه أساس كتير قوي، بيقدر هذا الطفل يشعر معنا بالأمان، يشعر معنا بالثقة، بيشعر أنه في حدا بحياته قادر يلجأ له بكل مشكلة بأي مرحلة بحياته، بكون دائما على ثقة أنه هذا الشخص ما رح يخذله. طبعا احنا بنعرف أنه الطفل هو كائن عاطفي، مو بس الأطفال كلياتنا، ولكن كونه اليوم عم نركز على هاي الفكرة وهي فكرة الطفل، وقت نقول كائن عاطفي فهو دائما بحاجة هذا الحب، الحب اللي دائما بنقول عنه بدون شروط وبدون مقابل، ودائما هذا الطفل بينعكس فيما بعد المستقبل كيف كان متربي ببيته، هل تم إشباع العاطفة عنده أو لا. فدائما وقت بنقول له نحن كلمة بحبك، فنحن دائما عم نحسسه انه هو حدا كثير مهم بحياتنا. تماما يا رشا، وكثير من الاباء بيفشلوا بالتعبير صحيح. عن حبهم لابنائهم باعتقادهم انه نحن اذا عبرنا كثير عن هذا الحب ممكن انه يصير في دلع زايد او دلاله زايده او يطمع الطفل بنقاط معينه، لكن اكيد الحب ما لازم يكون بس بالقلب، لانه اذا كان بس بالقلب ما له اي لزوم. وكثير من الاباء بيعتقدوا انه نحن اليوم امنا لهم حاجياتهم اللي هن الاساسيه خلص انه هذا هو الحب. لا، بالعكس، الطفل بحاجه لحب، بحاجه لحنان، بحاجه اليوم لكلمة حلوة. ولازم كمان نحن ما نحسس الطفل انه نحن بنحبه باوقات مزاجنا، كمان في اوقات معينة من الحب لازم نعطيها اليوم نحن لاطفالنا لحتى يكونوا فعلا هنن يحسوا بهذا الحب، ما هو على مزاجنا، لانه هنن يمكن في ظروف معينة بحاجة لنحن نكون جنبهم اكثر من اي شيء، واكثر من الحاجيات يمكن الاساسية اللي هنن بيحتاجوها. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو، الاختصاصية التربوية لينيت يوسف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، كيفك اليوم؟ اليوم عم نحكي، كنا عم نقول انه نحن كلياتنا بحاجه للحب بكل مراحل حياتنا يعني، ولكن وقت بنقول الطفل نحن عم نزرع هي البذره اللي حتنعكس فيما بعد على حياته وعلى مستقبله وعلى مجتمعه اكيد يعني. خلينا بدايه نعرف اهميه الحب للطفل. هلا مثل ما نحن بنعرف اكيد انه الحب كثير ضروري واساسي بحياتنا، لكن نحن ضروري نعرف اهميه الحب بحياه الطفل، لانه نحن بنغفله بكثير اوقات. اول ما بيخلع عنا الطفل اول شهر شهرين نحن بنكون كثير فرحانين فيه، مبسوطين فيه، عم نعبر حتى بوقت هو ما كثير مدرك قيمه الحب اللي نحن عم نقدمه. لكن نحن مع ظروف الحياه الماديه والاشياء يعني المشاكل الحياتيه نحن بننسى الحاجات الغير ماديه اللي هي الحب، وبيكون عندنا هون الطفل هو بحاجته بشكل كثير اساسي ومباشر. نحن بهي الوقت اذا كنا نحن مغفلين هذا الموضوع بنتعرض لمشاكل كثير عديده، بنتعرض لمشاكل نفسيه مع الطفل، بنحاول نحن بوقت لاحق انه ناخذ منه اهتمام ما بقى نقدر نحصل على اهتمامه ولا حتى بيقدر يسمع كلمتنا، وبنصير نلوم حالنا بعدين. صح، تمام. خلينا نحكي عن اهم اشكال التعبير عن الحب، يعني اليوم كيف الاهل قادرين فعلا يعبروا عن حبهم لابنائهم؟ هل هي مثل ما ذكرت من شوي انه بس الحاجيات الاساسيه والشيء اللي بيحبوه، اللبس، الاكل، الاكلات الطيبه، هل هذا هو بكفي ليكون حب لهم؟ هلا حلو وقت نحن ما نتعامل مع طفل نتعامل بطريقه كثير بسيطه، وحتى طريقه التعبير تكون كثير واضحه صريحه مثل ما ذكرتي حضرتك، انه كلمه بحبك هي بحد ذاتها هي تعبير حقيقي، الاحتضان، القبل، حتى الدعوات الحلوه. احيانا بكون انا بقدر شاركه بنشاطاته، اسمع اخباره، اعرف مشاكله الصغيره والكبيره، حتى حاول حسسه انه انت بتلاقي الحضن دائما لناطرك واللي بده يسمعك بكل وقت، حاسس انه انت في حدا دائما واثق منه، حتى انه انت عندك مشكله بتقدر تحكيها. دائما في عندي حب غير مشروط، انا بحبك لانه انت ابني، بحبك باخطائك، بحبك بعثراتك، بحبك حتى بايجابياتك وسلبياتك. نحن لازم نعرف وقت اللي نحن بنقدم حب، انا ما بدي اقدم لحتى حدا يجي لعندي ويزفق لي ويقول لي برافو شطوره انت عملتي منيح مع ابنك، انا بدي اعمل هذا الشيء لانه بدي انا طفل سوي بالمستقبل، بدي اعمل بالايام الجايه طفل يكون رفيقي، ما رح يكون رفيقي اذا ما كنت انا رفيقته على صغر.
تمام. طيب وقت بنقول طفل متزن وذكي، نحن عم نحكي عن اشباع عاطفي بمرحله الطفوله طبعاً. يعني وفي بعض الاطفال بنشوف عندهم سلوكيات يمكن يكون سببها الحرمان العاطفي بمرحله الطفوله، يمكن نحن بشكل عام ما نعرف انه هذا السبب هو سببه هذا الحرمان، ولكن اذا بدنا هيك نخصص او نضوي اكثر عن الاعراض عن السلوكيات الخاطئه ممكن نشوفها من الطفل تكون دليل على هذا الحرمان الطفولي. كثير مهم السؤال، سؤال حضرتك، لانه نحن وقت بدنا نعرف شو هي اعراض الحرمان بنعرف نحن شو عم نتصرف مع طفلنا، بنعرف حالنا شو عم نخطئ احيانا او شو الشغلات اللي عم نغفلها. بالبدايه نحن بنلاحظ انه في عندي طفل ممكن يكون انطوائي كثير، بخاف من الوحده، بخاف انه حدا يتركه، بيقعد كثير ساعات لحاله، بيلجا للاجهزه الالكترونيه بشكل كثير طويل، بحاول دائما انه يتصرف قدامي سلوكيات سيئه لحتى يلفت نظري، لانه هو برايه انه انا ماني منتبهت له بالشكل الكافي، دائما بيتمرد، بحاول انه يفرجيني انه هو عنده رغبات غضب مفاجئه انا ما بقدر سيطر عليها، واحيانا ثانيه بتلاقي عنده انطواء، يعني انت ما بتقدري تسيطري عليه، ما بتقدري تتناقشي انت وياه، بيرجع السبب لعندك انه انت ما عرفتي تحتضنيني وقت اللي انا بدي، كان بدي منك حنان، كان المشكله انه هو صغير وما بيعرف شو بده. تمام. كثير من الاباء فعلا ما بيعرفوا يعبروا يمكن بالوقت الصحيح، مثل ما كنا عم نحكي انه يمكن الوقت له دور كثير مهم لما بيكون فعلا الطفل بحاجه. هل العمر كمان له دور؟ في عمر معين اليوم للطفل بيكون فعلا نبدا معه بهي الكلمات الحلوه او نعبر له عن حبنا لحتى ينمى على هذا الشيء؟ هلا نحن نتاكد من اهميه الحب بحياه الطفل، بدنا نذكر فتره اول الولاده، بنلاحظ انه الطفل وقت بيبكي بتحمله الام كل حنان وبتضمه على صدره، شوي ثانيه بتلاقيه سكت لانه هو هدت اعصابه، عرف انه في حدا حده، عرف انه طبعا اذا ما كان عم يشكي من مشكله جسديه واضحه، بيكون احيانا بس انه بده حدا يحتضنه، من هون نحن بنحس انه هو اكيد حاسس بحبنا، لكن لايمت نحن بحاجته؟ نحن بحاجته كل فترات حياتنا، لانه اذا كل العمر تماما. بالشهر الرابع بنلاحظ انه الطفل اذا ما كان حدا موجود حده بصير يبكي، بالشهر التاسع من عمر الطفل بنلاحظ اذا كان عندك بيبي وانت مسكتي بيبي ثاني او مسكتي لعبته او بغار، معناتها موجود عنده مشاعر الغيره، مشاعر الحب، بيعرف يعبر، بيعرف شو بده، اذا هو بحاجه الحب بكل وقت وبكل زمان وبكل مكان. تمام. طيب خلينا هيك نحكي عن الإيجابية بموضوع الحب خاصة بحياة الطفل. اليوم الطفل مثل ما قلنا المشبع بالعاطفة بمرحلة الطفولة، بتحسي هو حدا غير شخصيات أخرى بالحياة طبعاً. في شيء بيميزه عن شيء ثاني؟ خبرينا أكثر لنيت. هلا نحن بنلاحظ إنه الطفل المشبع حقيقة عاطفيا من قبل الأهل، بنلاحظ إنه هو أكثر قدرة من غيره على التعبير عن الحب، على التعبير مع الآخرين، عن اكتساب ثقة الآخرين، واثق بنفسه، قادر على التحدث، قادر على إبداء الرأي، حتى هو عنده علاقات، عنده طريقة كثير جيدة مع الأهل. بالمستقبل نحن الطفل اللي قدامنا رح يصير راشد، رح يصير يعني فينا نقول شوية نضوج، يعني بداية الشباب، بنلاحظ هو أكثر واحد بيكون رفيق لأهله، لأنه هن بفترة الطفولة احتضنوه بشكل صحيح، عبروا بالشكل المناسب، وكمان هن ما خلوه بحاجة لإشباع من طرف خارجي. هلا نحن بنلاحظ إنه في عندنا كثير من المراهقين اللي عندنا هو رفيق رفقاته، رفيق رفقاته، ما هو رفيقي، بتقلي أمه إنه أنا بدي إياه يكون رفيقي، هو رفيق رفقاته، هو رفيق العالم، هو رفيق الناس. طيب وين الغلط الأساسي؟ إنه أنا ما كنت رفيقته بمطرح معين، أنا ما كنت رفيقته وقت اللي كان هو بده يعني. تمام. طب بيقولوا في اوقات معينه يمكن او الصبح لما بيفيق الطفل نحن لازم نعطيه كلمات حلوه، حضن، لحتى هيك يمضى يومه بتفاؤل ويحس فعلا بالامان وقبل النوم. خلينا نوضح هدول المعلومات. هلا تماما مثل ما ذكرتي حضرتك انه نحن دائما قبل النوم بنركز على الكلمات الحلوه الايجابيه اللي بتخليه يكون عنده طاقه حلوه بالحياه، لكن انا ما بدي احكي الكلمات اللي فيها حب بشكل عبطي، يعني انه هيك مجرد عم بحكي حكي، لا، بده يكون عندي تعبير عن التعبير عن العاطفه بحزم، يعني انا وقت اللي انت بدك تغلط بدي احكي انك انت غلطت، وبدي اعبر انه انت هذا تصرف غلط انا ما بصير اعمله، بس بنفس الوقت بدي اعبر عن الحب، يعني بطريقة فيها حب، بطريقة فيها لطف، بطريقة فيها ود، بطريقة أنه يتقبلها الطفل مني. طيب دائما بنسمع هيك مقولة هي عامة ومتناولة كثير بحياتنا اليومية، بنقول فاقد الشيء لا يعطيه. تمام. وكمان في مقولة ثانية بتقول لك فاقد الشيء يعطيه أو يتحدث عنه بكثرة. اليوم هل وقت أنا بكون بطفولتي غير مشبعة بحنان الأهل، غير مشبعة عاطفيا، ممكن أنا أكبر
ما اعطي هي العاطفه لاولادي، او لا ممكن العكس انه انا روح لعوض خلينا النقص اللي كان بطفولتي اني اعطي كل الناس اللي حوالي وحتى اطفالي. هلا نحن بالمطلق ما فينا نعمم، لانه كل انسان بالحياه هو حاله خاصه بحد ذاته، خاصه نحن عم نحكي عن ناس، يعني ما نحن عم نحكي عن جماد او عم نحكي عن اشياء ماديه، عم نحكي عن الناس. فحسب الانسان اذا تلقى العلاج وكان مؤمن بالمشكله اللي هو عم يعاني منها وراح يعالج نفسه قبل ما اولاده يصيروا يشتكوا منه من نفس المشكله اللي هو عم يعاني منها، ممكن انا يكون عندي فاقد الشيء يعطيه هو بكثره، بيعطيه باكثر ما يعني باكثر صدق من اي انسان اخر. كيف انا اليوم بدي اعطي شيء انا ما شعرت فيه؟ تماما. هلا نحن في عنا كثير فاقدين الوالدين نحن بحياتنا، لكن بمطرح من المطارح هن عرفوا قيمه الاهل، لانه هن اصلا ما شافوا، عم يشوفوا الاطفال كيف عم يتعاملوا مع الاهالي، كيف الاب بيعتني، كيف الام بتعتني، الى ما هنالك. وقت اللي بيقرروا الزواج في اشخاص واعيين ومدركين الخطوره بيروحوا لعند مرشد بيقولوا له او اخصائي معين بيقولوا له نحن مقبلين على الزواج، فهو الاخصائي بيعرف انه هن معانين من هذا الموضوع، بيتم العلاج والخروج من الحاله النفسيه اللي هن فيها مشان ما يصير في عنا اطفال عم بيعانوا من نفس المشاكل لاحقا. طب خلينا نفرق بين الطفل فعلا اللي بينعطى الحب من هو صغير وبين الطفل اللي بيعيش، ما في فينا نقول اهمال او يمكن طريقه خاطئه من التعبير من الاهل، يمكن اكيد ما في اباء ما بيحبوا ابنائهم، بس لكن يمكن طريقه التعبير في شويه اهمال، في انه خلص انه نحن عايشين هيك، انه ما في يمكن ولا مره استمع كلمه حلوه من امه او من ابوه. قديش في فرق بين هذول الاثنين؟ طبعا في فرق. هلا نحن بنقول دائما الاهل بيبرروا انه ضغوطات الحياه اليوميه والحياه الماديه اخذت منا الاشياء الغير ماديه المطلوبه مننا، سواء الثقه او الحب او الى ما هنالك من الاشياء الغير ماديه اللي هي عاطفيه اللي بتكون وجدانيه اصلا. لكن بيكون في فرق واضح، لانه انت بتكوني عم تتعاملي مع طفل واثق من نفسه، قادر على اعطاء الراي، قادر على المواجهه، قادر حتى على اقامه علاقات جميله مع الاخرين، غير الطفل الثاني اللي اصلا هو ما انه واثق بحاله، بيعرف انه ما في حدا وراه، بيعرف انه انا حتى مشكلتي انا بدي حلها بايدي، حتى ممكن انا الغلط ما حدا يقول لي انه انت ليش اغلطت، او حتى يدلني على القرار الصحيح بالحياه. طيب لينات، نحن عندنا اطفال ذوي احتياجات خاصه ويمكن هدول لهم معامله خاصه اكثر يعني، ولكن نحن ما فينا نختلف على اساس انه الحب هو شعور، وقت انا بدي احسس اي حدا بمحبتي شو ما كان وضعه الاخر طبعاً. هو عم يحس حتى لو ما في تجاوب، حتى لو ما قدر يعبر لي على هي المحبه اللي وصلته مني، ولكن هو حاسس فيني طبعاً. هل اليوم ذوي الاحتياجات الخاصه او اللي عندهم وضع خاص بحاجه لتعامل غير الاطفال العاديين؟ اشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه او اشخاص ذوي الهمم مثل ما نحن بنحب نسميهم، هن الاشخاص اللي اكثر حاجه للحب من الاطفال العاديين، حتى لانه هن بالمستقبل بعرف انا انه هن عندهم قدراتهم والحمد لله انه نحن صار في عندنا تطور بهذا المجال وصارنا عم نعترف بقدراتهم، لكن هن في عندهم مشكلات نفسيه عم بيعانوا منها مطرح ما، اذا هن بحاجه للحب اكثر من غيرهم، بحاجه انه نحن نعبر لهم اكثر من غيرهم، لانه هن اصلا عايشين عقده هي رب العالمين اراد هذا الشيء. يمكن هن عندهم طاقه محبه كثير قويه ما بيعرفوا يعبروا عنها كثير، بشوفها بنظراتهم، بشوفها وقت بتقربي على طفل منهم بتلاقي هيك عيونه عم تحاكيكي انه انا حاسس بهي الطاقه الحلوه. لكن هون انا في شيء حابه احكي، انه نحن يا ريت يصير في عندنا وعي زايد انه نحن ما نخجل فيهم، ما نضايقهم، وحتى نحبهم بزياده اذا كانوا هن بيقربونا بيخصونا او بيخصوا حدا ثاني، ونعرف انه كل انسان معرض انه يصير عنده طفل انه عم يعاني من هذا الموضوع، نحبهم ونتقبلهم وحتى نقدم لهم الحب، لحتى عن جد مجتمعنا هو بحاجه حب بشكل عام. تمام. هلا هل الحب الزايد فينا نقول هو دلال او لا؟ مو هو دلال بس حب، انه ممكن ينعكس اليوم على الطفل بيستغل هي النقطه عند الاهالي بظروف معينه او باشياء معينه، انه هنهم بيحبوني كثير، عم بيدللوني كثير، انه اليوم انا بستغل اي شيء بدي اياه لازم يتنفذ. هلا الطريقه الواعيه من قبل الوالدين بالحب والحزم اكيد ما رح تكون سيئه، لانه الحب هو شيء جميل بالحياه، فبالتالي كل شيء بده ينتج عنه شيء جميل. لكن وقت اللي انا بدي اتعامل بطريقه مثل ما قلت طريقه عبثيه بالحب، انه انا شو ما عمل قدامي بدي اتعامل بحب، لا مو هيك. الحب الحقيقي انك تعرف ابنك غلطه لحتى بالمستقبل يكون مقبول اجتماعيا، لحتى بالمستقبل يكون انسان جيد ما يتعرض لكثير لنقد لاذع. اذا حبيته اكثر انا بنبهه اكثر، بعلمه اكثر، بحب اني اوجهه بطريقه
بطريقه صحيحه اكثر. تمام. طيب لين ذكرتي نقطه كثير مهمه وهي الابوين، ودائما نحن خلينا نقول نسبه كثير كبيره بنحس في فروق عاطفيه بالبيت بين الاب والام، يعني هذا الطفل بميل للاب اكثر من الام بغض النظر عن موضوع الدلال، بحس في انه عاطفي اكثر يعني. هل هذا الشيء ممكن ياثر على الطفل مستقبلا تجاه عاطفته تجاه الابوين؟ هلا بالمستقبل ايه ممكن ياثر، مو على سلوكياته، على عاطفته تجاه ابويه. ايه طبعا ممكن ياثر، لكن هون نحن نلعب على طرف معين، يعني هلا انا ما فيني اقول انا ابني من العبث صار يحب ابوه اكثر ما بيحبني، لانه ممكن انا عم ضايقه اكثر، يمكن انا ما عم بتقبله، يمكن انا ما عم بسمعه، يمكن انا ما عم بلعب معه. طول بالي عليه. تمام، لو حتى يمكن الطرف الثاني عم يحكي عني للاسف شيء ما نوح منيح قدامه، يعني مثلا امك ضربتك، امك قتلتك، امك ما اخذتك، امك تمام. فانه انا هون بدي يكون في عندي توجيه للطرفين انه للاب والام انه نحكي عن بعض بغياب بعض بطريقه ايجابيه، لانه هذا الشيء بياثر على نفسيه الطفل بالاول. يمكن دائما المفروض يعني الاب والام شو ما كانت السلوك اللي متصرفه الاب او متصرفته الام ما يعطي مع يكون معه ضد الطفل، انه الماما لو ما انت غلطت ما بتتصرف هيك، او الاب لو ما انت ما قسي هيك، يعني حتى لو كان في غلط من ناحيه الابوين. تماما، لانه انا وقت اللي بدي اعمل بلش بدايتها بيكون ملاحظات، بعدين بصير في انتقاد، بعدين بصير في كره، بس فوت الكره على العائله عادي ممكن بالايام ينقلب علي هذا الموضوع، يعني يصير يكرهني انا كمان، يصير له نقاط ضعف الي، بدل ما نكون نحن اثنين اقوياء واثنيناتنا عم نعمل اسره متماسكه، نصير اثنيناتنا كل واحد عم يفكك بجهه. تمام، اللي نيت كمان اليوم يمكن ظروف الحياه، الاهل الام والاب عم يشتغلوا، عم يكونوا طول النهار برا البيت، يمكن هنهم ما عندهم هي الطاقه لحتى اليوم يعطوها لابنائهم. خلينا نحكي شوي، ذكرتي نقطه انه مرحله المراهقه، اليوم الطفل اللي ما لنا عطى هذا الحب وصل لمرحله المراهقه، كيف نحن وقت بمر بظروف معينه؟ بتعرفي بمرحله المراهقه يمكن الطفل دائما صافن شارد، بده هيك شوي حدا يكون معه، يمكن بمراحل الاختبارات كمان المدرسيه، كيف ممكن اليوم نحن نعرف هذا الطفل شو بده، شو بحاجه، انه فعلا هو بحاجه لهذا الشيء؟ هلا بالبدايه مثل ما ذكرتي انه دائما بتكون ظروف الحياه الماضيه والضغوطات والمشاكل الحياتيه هي بتاثر على الانسان، بتخليه انه احيانا ما له خلق اصلا يتعاطى مع الطفل، يسمع مشاكله، يلعب معه الى ما هنالك، لكن وقت اللي نحن بنحط ايدنا على الوجع مثل ما بيقولوا انه مثلا انا بحكي مع الاهل انه هذا التصرف على المدى الطويل بخليني اني انا افقد الثقه والترابط بيني وبين ابني، بيفقد الثقه فيني، ما عاد يصير في بيناتنا هي المحبه، بصير يحس انه هو دائما بحاجه لطرف ثالث خارجي عن البيت يكون معه بحياته، ممكن هو يلجأ لأشخاص ثانيين يعطوه عاطفة تكون عاطفة غلط. طيب كدورك اليوم بالاختصاص النفسي وكل الأخصائيين النفسيين، وقت اللي بتجيكم حالة أنه في عندها غير مشبعة عاطفيا، في حرمان عاطفي طفولي، كيف اليوم بتتصرفوا معهم؟ هلا بالبداية كإدارة حقيقية لازم الواحد يعرف شو الأسباب الحقيقية، ونعرف أنه الأبوين وين موجودين، كيف تم الانفصال، كيف تم عدم الاشباع العاطفي، وبنحاول قد ما فينا انه ما نعطي على الاهل امام الطفل بنفس الوقت، ويكون في توجيه اذا كانوا موجودين الاهل بس كان في مثلا انفصال بحاله طلاق او الى ما هنالك، يكون في كمان توجيه للاهل، لانه هذا الشيء خطر على الطفل نفسه حتى بالمستقبل اذا هو بده يرتبط، كبر وصار راشد وصار بده يرتبط، نحن بنخاف عليه من المضاعفات اللي بتصير. شو بتعملوا؟ شو بتقدموا له هون؟ في شيء هيك؟ اولا بدنا نقدم الدعم، يعني بدنا نقدم الدعم والتوجيه، اهميه انه مثلا يكون في التعاطف الحقيقي بالاسره، اهميه انه انت تعرف شو خطوره انك انت لحظه معينه او ايام معينه انت تنسى واجبك العاطفي تجاه ابنك. هلا نحن معلش انا بدي اطلع على الموضوع شوي، بس نحن كثير هلا عم نلاحظ انه في اطفال عم تتعاطى. صحيح، في اطفال هي صارت قدام اخطار كثير فظيعه، ليش؟ لانه نحن عندنا خطا بالاشباع العاطفي بأعمار صغيره كمان، ودائما نحن بنحط الحق على الاهل دائما دائما، لانه هن الحقيقه الرقيب الاول، هن الاساس بكل اسره. صحيح. اكيد. طب ايمتى مثل ما عم نحكي انه الطفل بحاجه يمكن ببعض الاحيان لاختصاص نفسي او تربوي، باي وقت؟ في وقت معين او نحن بنشعر فيه انه فعلا هذا الطفل او الاهل ما بقى يقدروا انه يعبروا له عن هذا الشيء او يعطوه هذا الشيء، فعلا هو او فايت بمرحله اكتئاب بحاجه لتعويض او طاقه حب، بحاجه فعلا لاختصاصي نفسي او تربوي؟ تمام، هلا باي عمر كان الطفل، اي ما كان، يعني تقريبا من الصف الاول، بس انا هون قبل ما بلش بالعلاج مع الطفل بدي اشوف اذا الاهل موجودين، اذا الاهل موجودين فعلا بده يكون العلاج بالبدايه للاهل، التوضيح للاهل والدعم يمكن للاهل. اصعب الحاله
اصعب كثير لحتى هن حتى هلا نحن عندنا مجتمعنا قصه صايره انه صار بدك تقنعي الاهل انه ابنك فعلا عنده قصه او عنده مشكله نفسيه او عنده عدم اشباع بمطرح معين حتى هو يعترف فيها لحتى هو يقبل يتعالج او يتماشى مع الخطه العلاجيه لابنه. وقد اليوم الفروقات بين بالبيت الواحد بين الاخوه بين الاطفال ما بدنا نقول بتعمل غيري، نحن خلينا بموضوعنا، ممكن تحسسك انه انا بحبه اخي اكثر مني وهذا الشيء ايضا عم يسبب كثير ازمات نفسيه يعني. للاسف حتى الفروق بين الجنسين يعني انه وجود الذكر قدام وجود الانثى في يلا هلا ايه تماماً. طيب خلينا هيك شوي إذا بدنا نحط عنوان اليوم لكل الأهالي مو نصائح اليوم، أهمية هذا الحب، أنا كيف قادرة أطلع بهذا الطفل أطع فيه لبر الأمان، هل اليوم أنا إذا ما عندي هذا الإشباع لطفلي بمرحلة معينة قادر الاختصاص النفسي يعمل شيء؟ طبعاً أكيد قادر بعمر غير طبعاً طفولة؟ طبعاً طبعاً أهميته بتكون موجودة من خلال توعية بالنسبة للطفل بأي عمر كان أنه أهمية وجود الوالدين بالحياة أهمية القيم وأهمية أنه الدعم اللي بيعطونا إياه، حتى النصيحة اللي بناخذها من الأهل غير النصيحة اللي بناخذها من أي إنسان كان، ممكن الأهل كانوا عم بيعانوا من مشكلة مادية، ممكن مشكلة نفسية، ممكن ضغوط الحياة اجتماعية كانت هي عم تلعب دور. بالنهاية نحن كأخصائيين وظيفتنا أنه نوضح دور الأهل والأطفال لحتى يكون في عنا أساس حقيقي موجود. أنا ما بدي كبر الثغرة بين الأهل والوالدين والأطفال. أكيد اليوم معلومات كثير مهمة وهذا الموضوع جدا مهم بحياة كل حدا فينا مو بس الأطفال، دائما نجاحنا هو عنوانه الحب بالحياة. شكرا لحضورك اليوم وأهلا وسهلا بحضرتك. أكيد بدنا نتشكرك وكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم، شكرا، يعطيكم ألف عافية، وشكرا لكل الأمهات، ويا ريت كل الأمهات يستغلوا فترة الطفولة لأنه هي فترة كثير سريعة بالنسبة للأبناء، ويعيشوا عن جد بكل حب. أكيد نشوف حبوا بعض.